ما يبقاش في قلق ان انا يعني اعمل فسيخ في البيت، او يعني لا ليه ممكن انا احافظ عليه ازاي، اقول ان ده فعلا صح وتمام وما فيهوش اي لا قدر الله ضرر، او في ناس بتقولك ممكن يعمل حالات تسمم. طبعا ده خطير جدا اه ما طبعا، دي برضو نقطة وممكن صعبة. نبقى مثلا كلنا متجمعين وناكل اكلة الفسيخ مثلا، واختي بس هي اللي بطنها توجعها ويحصل لها مثلا بيبقى ايه ارتجاع الاسباب وكده، لكده يا بتبقى ام مكة؟ معدتها تعباها ما قدرتش تستحمل، احنا كلنا كنا وكنا كويسين الا هي مثلا، اه بيبقى غصب معدتها عندها ارتجاع، عندها قرحة في المعدة كده يعني. لا هو قوي بصراحة يعني. اي طيب، ايه اتعلمتي ازاي تسوقي للمنتج بتاعك ما شاء الله بحرفيه، وانتي بقيتي مشهوره الله اكبر يعني على السوشيال ميديا، وليكي الفانس بتوعك والناس كتيره بتحبك وبتشجعك وبتديكي طاقه ايجابيه، يعني انا بشوف الحاجات دي كتير قوي، انا وليكي اتعلمت اصدقاء كتير من الوسط الفني. والله يا ربنا اه يديم المحبه. بصي هو انا التسويق ده بالذات انا ما كنتش اعرف اي حاجه اصلا، ما دخلت على الفيسبوك قعدت سنه او سنتين على الفيسبوك ما حدش يعرفني، وكنت برضو ببيع فسيخ، بس بعد كده ابتديت اطور من نفسي شويه مع بلوجر عم عدنان ربنا يديله الصحه، جه زارنا في المحل وعمل لنا ضجه كبيره قوي في السوشيال ميديا والناس دعمتنا عشان خاطره. الاول خالص اما دخلت تيك توك ما كنتش مقتنعه بالتيك توك ده انا، ولا كنت بحبه اصلا. مع ان هو دلوقتي اداني شهره جامده جدا دي حقيقة. رغم ان انا كنت على الفيسبوك ما كانش حد يعرفني، انما التيك توك اداني شهره عاليه جدا، في اقل من سنه عملت المليون متابع والناس بقت تعرفني، رغم ان انا كنت ضده خالص. لقيت بس انا بقى بعمل ايه، بخش بصور الفيديو واسيبه وانزله، ما بطلعش بقى لايفات ولا بعمل اي حاجه تانية، ما بس بتطلعيش لايف سايبه خالص. ارقامي في البايو اللي عاوزني بيرن علينا.